مرحبا بكم يا أعزائي، كيف حالكم؟ إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ كانت سوريا. هل لديكم فضول كبير عن الدولة التي سنسافر لها اليوم؟ سنسافر اليوم إلى دولة فيها أهرامات ضخمة جدا. هل تريدون أن تعرفوا شكل الأهرامات؟ هيا نسافر إلى مصر مباشرة. هذا علم مصر. تشتهر مصر بالأهرامات، صحيح؟ بنيت الأهرامات في العصر القديم. هذه صورة الأهرامات بالنهار، وهذه صورة الأهرامات بالليل. نرى عن بعد أناساً يركبون جمالاً تمشي. منظر الأهرامات في النهار والليل كلاهما رائع. نعم يا أعزائي، قد دخلنا الأهرامات. واو، المنظر فعلاً رائع. هذه صورة حائط بالتفصيل. هناك الكثير من العلامات والرسوم المتنوعة مرسومة على حوائط الآثار في مصر. هذه صورة أبو الهول، إنه كائن خيالي له جسم الأسد ورأس الإنسان. تلمع الكثير من النجوم في السماء تنير الليل المظلم بشكل جميل. وآخر صورة هي صورة جمل، إنه يرتاح جالساً وعليه شدة جميلة. واليوم سنرسم هذا المشهد معاً. هيا نرسم بشكل رائع. أولاً سنرسم الأرض، وبعد ذلك سنرسم البطلين جملاً وإنساناً في الأمام، ثم سنرسم الأهرامات في الخلفية. الآن انظروا فقط. نرسم الأرض، وجه الجمل، الرقبة، الجسم، الأرجل، إنه جالس، ونرسم إنساناً أيضاً جانب الجمل. الوجه، الرقبة، الجسم، اليدان، الرجلان، هو أيضاً جالس، صحيح؟ الآن حاولوا أنتم أيضاً. إذا انتهيتم الآن، هيا نرسم بالتفصيل.
رسمنا الأهرامات التي تقع بعيداً بشكل خفيف. ونضع النقوش أيضاً. هيا نمسح الخطوط الخفيفة بالممحاة. وبالنسبة للألوان، لونوا بشكل رائع بالألوان التي تحبونها. قد اكتمل كل شيء يا أعزائي. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ قد رسمنا الجمل والإنسان وحتى الأهرامات في الخلفية. قد رسمنا الجمل الجالس، وأنتم سوف تستمتعون إذا رسمتم جملاً واقفاً أيضاً. يمكنكم رسم ذلك الشكل مشابه لأرجل الحصان. إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً. مع السلامة.